من كرة اليد نروح معاكم بقى للكرة الطائرة. الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسام عبد العزيز نجح في أنه يتعاقد مع إيزابيل ميسا نجم منتخب كوبا علشان يدعم صفوفه في الفرقة طبعا في الدوري والبطولة العربية اللي بتلعب دلوقتي. اللاعب ده عنده 31 سنة وطوله 2 متر و4 سنتي ما شاء الله، ولعب قبل كده مع منتخب كوبا في بطولتين العالم 2010 و2014 وكمان كأس العالم سنة 2011، وكان لعب قبل كده في نادي توباتي البرازيلي وحقق معهم كمان كأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي. نادي الزمالك طبعا عنده بطولات كتيرة السنة دي، وكمان منها الدوري وكأس مصر وكمان البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا كمان. ما شاء الله النادي الزمالك الفترة دي فايق يعني في أغلبية الرياضات، سواء بقى في الطايرة أو كمان في كرة القدم. لسه من كام يوم حاصل على كأس السوبر أمام النادي الأهلي طبعا بنبارك له.